طبعا انا سعيد جدا جدا والله بدعوه طبعا استاذي ومعلمي الاستاذ الدكتور فوزي حمزه، ودعوه الاستاذ الدكتور اسامه شحات، والاخوه جميعا في كليه الازهر بنين، اللي هي طبعا الاخ الاكبر كليه طب البنات. انا طبعا سعيد طبعا بالوحده من زمان، لكن السعاده طبعا لسه مستمره بوجود الأواصر والحب والترابط ما بيننا لحد الآن. وأتمنى دايما من ربنا إن ما يكونش في أي حاجة تعكر صفو هذه الروابط أو صفو هذه الأخوة. إن شاء الله هنتكلم النهارده على الموضوع اللي دعاني ليه دكتور فوزي، اللي هو النيك ريجوفينيشن. النيك ريجوفينيشن طبعا هو موضوع صراحة يعني موضوع كومبلكس، لأن ليه طبعا ابعاد كثيره. الابعاد احنا ان شاء الله هنتناولها واحده واحده، وعسى ان شاء الله يكون الموضوع انا بقوله بخطوات متقدمه، بحيث ان هو يكون حتى لدى الجينيورز يكون مفهوم. النك طبعا احنا بنقول ان الويلكم كونتورد نك از هول مارك اوف يوث والهيلث اند الاتراكتفنس. Plastic improvement of the neck and cervicomedial angle remains one of the most challenging aspects of the surgical facial rejuvenation. وعشان نحن نشوف الديزايرد ريزلت، various techniques are used either in isolation or in combination. But before going to rejuvenate an aged neck, you should understand the relevant anatomy of the neck. So the relevant anatomy of the neck. The neck has superior and inferior boundaries. Superior limit of the neck is hard palate. ودي يمكن طبعا معلومه اكيد كتير من الجينرز ما يعرفش ان السوبيرور ليميت بتاعتنا السوبيرور ليميت اوف ذا نيك عند الليفل بتاع الهارد بالت. الانفيرور باوندرز اوف ذا نيك ديماركيتد بالاسترنم والكلافيكل. انا مش عارف الاشارات واضحه دكتور فوزي ولا ايه؟ واضحه. الانفيرور نيك طبعا دي ماركيتد بالاسترنم والكلافيكل. في المثل طبعا الاسترن كلوماستايد بتقسم ديفايد النيك لانتيرور وبستيرور تراينجلز. لكن الانتيرور تراينجل ده الانتيرور تراينجلز هم المهمين عندنا في اللاند ماركس بتاع النيك ريجوفينيشن. الانتيرور كومبارتمنت بيبقى باوندد باي الماندبل سوبيرولي ديسترب كلينوماستايد لاترالي والميد لاين في خط المنتصف انتيرور. حاجات طبعا من الحاجات المهمه جدا 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 في الريجوفينيشن ده الهايود بون. الهايود بون ليه مهمه في الريجوفينيشن؟ لان البوزيشن بتاع الهايود بون لما بيتغير بيغير شكل النك. تمام. الهايد بون من الحاجات اللي هي صعبه ان احنا نصلحها في مع ريجوفينيشن، عشان كده هي الليفل بتاعنا الليفل بتاع الهايد بون ده ليفل ستاندرد ثابت، هي لايز عند الليفل بتاع الثيرد سيرفيكال فيرتيبري، وده ديفايد الانتيرو كومبارتمنت اوف ذا نك انتو سوبرا هايويد وانفرا هايويد سبيس. ده السوبرا هايويد وده الانفرا هايويد سبيس. طيب سوبرا هيود نيك ديفايدد برضه لسب منتال وسب مانديبولار سبيسز. دي السب منتال ودي المهمه اللي هي سوبرا هيود وسب مانديبولار. السب مانديبولار طبعا ده بيبقى كوبايد فيها السب مانديبولار جلاند، والسب والسب منتال اريا دي الاريا اللي فيها بيبقى فيها الادبوس تيشو اكوموليشن وبيبقى فيها دايفركيشن او لوس اوف ديفستيشن اوف ذا بلاتيزما. انذر امبورتنت فاكتور في الاناتومي طبعا هو البلاتيزما. البلاتيزما هي سين فلات ماسل لوكيتد انترولاترالي ان ذا نيك. البلاتيزما بيبقى انرفيتد بسيرفيكال برانش اوف ذا فيشال نيرف. السوبر اتاتشمنت بيبقى موجوده في التشين اراوند الكوميشن اوف ذا ماوس ان ذا انتيريور ثيرد او ذا انتيريور ثيرد اوف ذا اوبليك لاين اوف ذا ماندبل.
الفيرو اتاتشمنت طبعا اوف ذا اوف ذا بلاتيزما بتبقى في ستاب كينيا ستيشو ستاب لافيكر والاكروميال ريجون. لكن البلاتيزما بيبقى لها فاشل كونكشن مع البكتراليس ميجور ومع الانفيرولي ويبقى ومع السماس سوبيريولي. طيب ايه الكومن السيرفايكال تشينج اللي بتحصل في النك مع الايدج؟ مالتي ليفلز. يعني السيرفايكال تشينج اللي بتحصل بتبقى مالتي ليفلز من اول السكين لحد السكين دول لحد البون. السكين طبعا بيبقى لوز وساجي ساجي ساجي سكين. الفات بيحصل له اكوموليشن طبعا في سيرتن ايريا بتبقى سب منتال سب منديبلر. البلاتيزما بيحصل بلاتيزما باندنج. الليبيو مانديبلر فولز اللي هو بيسموه الجولز جولينج يعني. السكيليت والاوسيس تشينج طبعا بتبقى لسه اوبفيس عن السوفت تيشو. واخطر حاجه طبعا هي التوزيس بتاع السب مانديبلر جلانز. ليه هي اخطر حاجه؟ احنا بنقول ان هي بتحصل فيها تشينج لان كوركشن او ريكونتورنج اوف ذا اوف ذا نيك وذاوت كوركشن اوف بوزيشن اوف ذا سب مانديبلر جلاند ما بيديش الديزايرد ريزلت. طبعا في كلاسيفيكيشن للايدجنج. الايدجنج نيك في اكتر من كلاسيفيكيشن لكن الموست ريلايبل كلاسيفيكيشن او الموست بوبولار كلاسيفيكيشن هو الديدو كلاسيفيكيشن. الديدو كلاسيفيكيشن بيقسم الايدجنج نيك ل 7 كلاسز سوري 6 كلاسز اللي هو كلاس 1 تو كلاس 6. الكلاس 1 اللي هو ريلاتيفلي نورمال اللي هو شكل النك نيدز ناثينج. الديدو كلاسيفيكيشن كلاس 2 فيه جاست سكين لاكس ده النورمال ده لاكسيتي اوف ذا سكين. كلاس 3 فات اكوموليشن ده يبقى ممكن يبقى سب منتال او سب بلاتيزمال يعني موجود تحت سابكوتينيوس او سب بلاتيزمال تحت المصل. ديدو كلاسيفيكيشن كلاس 4 بيبقى لاكسيتي فور اول سوفت تيشو لايرز طبعا ده بيبقى فيمس او بوبلر ويز بلاتيزمال باندنج. ديدو كلاسيفيكيشن كلاس 5 طبعا ده قلنا خلاص ان هو كله سوفت تيشو. الكلاس 5 بيبقى في مانديبولار ريسنشن بيبقى عندها ريتروجنيسيا او شورتنج في المانديبول. ديدو كلاس 6 وده الموست ديفيكالت كلاسيفيكيشن او موست موست كريتيكال كلاس اللي هو كلاس 7 اللي هو بيحصل فيه هايويد مال بوزيشن. سو عرفنا التشنج اللي بتحصل التشنجز اللي بتحصل مع الايدجنج نيك. لازم نعرف بقى طبعا ايه الديفاينز الايثيكالي بليسنج نيك. اليسول بيرنج نيك بيبقى لها كاركترز. اول كاركتر طبعا والكاركتر المشهور طبعا عندنا كلنا اللي هو الاكيوت سيرفايكو منتال انجل اللي هي غالبا بيبقى بين 105 ل 120 درجه تمام. فيها ديستنت انفيرور مانديبولار بوردر تمام. فيزيبل انتيرور بوردر اوف ذا ستيردوماستويد. نوتسبل ثايرويد كارتليج. سب هايويد ديبريشن برضو من الحاجات اللي هي كونتريبيوت الاتراكتنس اوف ذا اي اوف ذا نيك. طبعا نيك ريجوفينيشن تكنيكس طبعا طبعا كتير جدا. لكن قبل ما نقول ان احنا هنختار ايه التكنيك المناسب لازم نختار العيان المناسب للتكنيك. وده زي ما بنقول as in all aesthetic surgery cases best result are achieved when the appropriate procedure is applied to the appropriate patient. نقسم طبعا التكنيكس او الريجينيتيف تكنيكس لنون سيرجيكال وسيرجيكال. نون سيرجيكال نحطهم في الاول. هنقول ان هم عباره عن ثريد ليفت او البوتوليوم تكسين تايب اي اللي هو البوتوكس او الهاي انتنستي فوكس الترا ساوند الهايبو او الريسيرفسنج تكنيك اللي احنا عارفينها اللي هو اللايت او البيلينج او ساتش لايت. سيرجيكال بنقول اول حاجه بنبدا طبعا بالاخف في المور اجريسيف تمام اللي هو بالسوتشر سسبنشن ستوتشر تمام. ده خلاف طبعا اللي هو الثريد ليفتنج يعني السسبنشن ستوتشر خلاف الثريد ليفتنج. اللايبسال سكالبنج
البلوتيزما بلاستي، ريتيدو بلاستي. كده قسمنا البروسيدرز للنون سيرجيكال والسيرجيكال. ناخد اول حاجه النون سيرجيكال اللي هو الثريد ليفت. طبعا الموست بابيلر طبعا عندنا في الثريد ليفت هو البي دي او. البي دي او ثريد ليفت طبعا دي واخده شير كبير جدا جدا من اكتر من 20 سنه، تمام. لكن ادفانسمنت في الستوتشر ماتيريال والنيدلز ماتيريال، تمام، بقى لها بيبولاريتي في الفيشل ليفتنج. واذر ليفتنج على فكره طبعا بيستخدموها في حاجات كتير، منها فيها في البريست، وبقى فيها في الارم ليفت، وفيها في الجلوتي بلاستي. يعني اكتر من ليفتنج بيستخدموه في ثريد ليفت. في طبعا تايبز من الليفتنج زي الكروس هاتشنج ليفت او الباسكت ويف، better to achieve desired lifting effect in target area. لكن هو الجريتر بيربس في الثريد ليفتنج هو encourage of new collagen production في التريتد اريا for cases with mild skin elastosis. يعني احنا ما بنستخدمهاش لما يكون عندنا ديجري اكتر من المايل سكين elastosis. ودي حاله من الحالات اللي فيها ثريد ليفتنج، عندنا سبمنتال دوزز هنا او سكين اليسيس انتري، وده كوركتد باي ثريد ليفتنج. طب ايه البروز واند كونز في ثريد ليفت؟ البروز طبعا هو البروز ده هي الكوتر بروسيدر، كواليتي كويك ريكفري تايم، مينيمالي انفيزيف. الكونز بتاعها ان هي نوت از افكتيف از انذر ميثود طبعا اوف ريجوفينيشن، doesn't address all our excess skin, lower success rate. تاني حاجة طبعا من النون سيرجيكال ميثود اللي هو البلوتينيوم توكسين تايب A اللي هو البوتكس، طبعا في تريتمنت بتاع البلاتيزمال باند. البلاتيزمال طبعا البلاتيزمال باند هنتكلم عن سببها بعد كده، لكن احنا بنقول ان احنا لو ما عندناش حاجة تانية غير ان في باندنج او بلاتيزمال باندنج، ممكن الكوركشن بتاعها يتم عن طريق البوتوكس. الافكاسي طبعا بتاع البوتوكس في التريتمنت بتاع التندر باندنج طبعا مش يعني مش كيوريتيف بنسبه 100%، لكن هو طبعا بيعمل امبروفمنت فور السوير. بندي طبعا 3 ل 10 يونتس بير سايت، تمام، هاي الهايست دوز ات ذا توب، لازم تبقى اكتر طبعا في السوير، وتبقى ديجريز مع الديسنت بتاع السينر باند. طبعا ريسبوند لحوالي 15 ل 20 يونت بير باند، لكن الثيكر باندز زي كده بتبقى مي ريكوير دبل دوز. لكن جنرالي التوتال دوز بتبقى حوالي 50 ل 100 يونت في اللي هي ديسكرايبد في الليتريشر فور تريتمنت اوف بلاتينيوم باند ثرو بيتوينيوم توكسين تايب. دي حالات طبعا عندها بلاتينيوم باندنج، ودي اتعالجت طبعا بالبوتوكس. ثالث حاجه من النون سيرجيكال ريجوفينيتيف تكنيكس او ويز اللي هو الهايفو او الهاي انتنسيتي فوكس الترا ساوند. والهايفو طبعا ده هو موداليتي قديمه موجوده طبعا من اول الالفينات، كانت طبعا بيوزد في حالات الكانسر ابديشن في سيرتين اورجانز زي الليفر. بقت مور ادفانسد، والادفانسمنت بتاعها دلوقتي بقت ان هي تستخدم في السكن. الايم بتاعها طبعا بتعمل هيت ديليفري تو ذا ديب ديرمس او سب ديرمال كونكتيف تيشو الفايبر ماسكال لير امبرسايز مايكرو اكو اجريشن زون ات كونسيستنت بروجرام ديبس وذاوت دامج تو ذا ايبيدرمس. This microcoagulation is what we call gradual tightening of the skin through collagen contraction and remodeling. طبعا دي بتبقى حالات very mild ان احنا بنعالج بيها بالهايفو. دي عندنا دي مثلا حاله زي كده عندها transverse excess skin، ده موجود ما بين ال hatched end lines، ده يعتبر very mild. وده كوركتيف كوركشن بتاعه بالهايفو بيبقى بيست. نيجي طبعا للاهم بقى طبعا عندنا اللي هو السيرجيكال تكنيكس فور نيك ريجوفينيشن. اول حاجه اللايب سكالبتش طبعا طبعا ده احنا كلنا بنستخدمها في حالات لما يكون عندنا سب منتال لايبودستروبي في الاريا في الاريا لما يكون عندي برومننت فات سب منتال او جول ماندبلر ريجون.
وده طبعا بيبقى ايديال في اليانجر بيشنت، مش في الاولد بيشنت. ليه ما يكونش ليه في اليانجر بيشنت؟ لانه طبعا ما بيكونش عندهم سيفير بلاستوز سكين او بلاتيزمال لاكزيتي. اللايف سكلبتشر طبعا احنا هو بيشمل طبعا بيشمل تو تايبس، اللي هو الليبوسكشن او ان احنا بنعمل اكسجن لايبكتومي. ده حسب ده اكوردنج للفات اكوميليشن في السب منتال اريا. لو عندي الفات في السب منتال اريا زي كده تمام، دي ده كوركشن بتاعه بالليبوسكشن بيبقى بيتر وبيدي ريزلت كويسه. نفس الكلام عندي سب منتال لايبو ديستروفي، ده كوركشن برضه وديفينيشن للمانديبولر لاين غير مانديبولر لاين، ده بيبقى انف للكوركشن. لكن لو عندي الفات او الفات ديبوزيشن في السب بلاتيزمال اريا، طبعا سب بلاتيزمال اريا ده انا صعب جدا ان انا اعمل له ليبوسكشن. طبعا الدينجرس دي بتبقى طبعا دينجرس اريا اوف ذا سب منتال اريا، لازم اعمل ليبكتومي او دايركت ليبكتومي. بتبقى طبعا ثرو سب منتال انسيجن حوالي سنتي، حوالي 2.5 سنتي 3 سنتي في السب منتال اريا، بيبقى بوستيريور للسب منتال كريز. ممكن استخدم دايركت فيجن لايت لما اجي اعمل اكسيجن او اعمل ريسكشن للفات. طبعا ما بعملش اوفر ريسكشن عشان ما اعملش اوفر كوريكشن او اعمل ديبريشن فيعمل لي لوس اوف اسيتيك لوس اوف اسيتيك اركتشر اوف ذا اي اوف ذا ليك. وده طبعا بستخدمه في الكلاس 3 ديدو اللي هو بيبقى الفات موجود في السب بلاتيزمال اريا. ثالث حاجه ثاني حاجه بعد الليبو سكالبتشر البلاتيزما بلاست. البلاتيزما بلاست دي وده احنا قلنا هنتكلم على البلاتيزما باندنج. البلاتيزما باندنج بيتقسم لثلاث كلاسز او ثلاثه تايبس، اللي هو تايب 1 تايب 2 تايب 3. تايب 1 بيبقى سيبريشن في الرايت عن الليفت، سيبريشن فروم رايت فروم ليفت بلاتيزما، يعني الاثنين بلاتيزما بيبقى كومبليت سيبريتد، وده بيبقى في سوبرا هايويد ارجا اللي هي سب منتال اريا. او ان احنا تايب 2 بيبقى سب هايويد تمام، وليس اوبتنج ده بيبقى اكستند من المنتم تو ذا ثايرويد كارتليج. او تايب 3 بيبقى لوس كوملي ووز ماركت باي complete absent of بلاتيزمال decussation. البلاتيزمال بلاستي طبعا احنا بنستخدمها في حالات البلاتيزمال باندنج او البلاتيزمال لوس اوف بلاتيزمال decussation، ده في حالات تايب 3 ديدو او تايب 4. طبعا هنا شايفين الديجري بتاع decussation بتاع البلاتيزما بيبقى correlates with the degree of soft tissue support to the subplatysmal structure in the midline. ده طبعا ده هو الافكت ذا بلاتيزمال باندنج فاوند ذا فيشن، يعني هيتقسموا لتايب 1 او تايب 2 او تايب 3. وطبعا عندنا هنا البلاتيزما رايت وليفت بعد طبعا هنا ما بنعمل البلاتيزما بلاستي او بنعمل البلايكيشن ده طبعا كده. في عندنا اكتر من نوع من البلاتيزما بلاستي ميني تايبس. اول حاجه اللي هي او الموست بوبولار اللي هو السب منتال ميد لاين بلاتيزما بلاستي. دي سب منتال او الميد لاين بلاتيزما بلاستي بيبقى ده فور تريتمنت اوف لاكسيتي ان ذا نيك كوزد باي ديسنت اوف ذا ميديال بلاتيزما ماسل بلاكيشن اور امبريكيشن اوف ذا سيبريتد ايدج اوف ذا ماسل ان ذا ميد لاين. يعني احنا بنعمل بلاكيشن في الميد لاين يبقى سوبرا هايويد الى سب منتال اريا. دي اول حاجه اللي هي سب منتال ميد لاين ميديا بلاست. دي بيشن عندها لايب ديستروفي ده طبعا ده اتعمل لها بلاتيزما بلاست في الميد لاين. تاني حاجه في البلاتيزما بلاستي اللي هي سسبنس سوتشر اوف ذا لاترال بلاتيزما. طبعا اللاترال ايدج اوف بلاتيزما بتبقى سسبندد في او تايتن في السماس ثرو ذا لاترال فايبرز.
دي حاله برضه اتعمل لها بلاتيزما بلاستيك، واللي ده بلاتيزما سسبنشن، دي متعامله طبعا مع الفيستل. فانذر كيس برضه بنفس الطريقه اتعمل لها ميد لاين بلاتيزما بلاستيك سبمنتال ريزكشن واللاترال سسبنشن اوف ذا بلاتيزما. طبعا الميد لاين في نظر طيب اللي هو الميد لاين بلاتيزما بلاستي بس بارشيال ميديال ناشونال ميديال ماسل كاتين للميديال بوردرز بتاع ماسل او ويدج ريسكشن اوف ذا ويدج ريسكشن اوف ذا بلاتيزما عند الليفل بتاع الهايويد بون. ايه الفكره ان احنا بنعمل كده؟ ده الفكره ان ده بيدي بيعمل كونتورنج ويل يعني ويل كونتورنج للبلاتيزما مع اللوكيشن او الامبريكيشن. دي حاله برضو عشان هاد ميد لاين سب هاد ميد لاين بلاتيزما بلاستي وذ ميديال بارشال ميديال ماسل ديفيجن. احنا قلنا الميديال ميد لاين بلاتيزما بلاستي وذ بارشال ميديال ماسل ديفيجن، هنا بقى الميديال هنا البارشال لاترال ماسل ديفيجن. يعني احنا قطعنا في الاولى الميديال سيجمنت، هنا قطعنا اللاترال سيجمنت او ويدج ريسكشن. ده امبروف اللاترال سسبنشن اوف ذا بلاتيزما ماسل. يعني ده بيحسن اللاترال سسبنشن عشان كده بيدي مور اكيوريت سيرفيكومنتال انجل. انذر تايب اللي هو الميديال ميد لاين بلاتيزما بلاستي وذ توتال ماسل ديفيجن، وده صراحه يعني حاجه خطيره جدا، لكن في سيفرال اوثرز هاف ادفوكيتد كومبليت ترانسكشن بلاتيزما and the suturing of its medial and lateral borders create supportive sling. يعني هي الفكره ان هو يعمل supportive sling عند الليفل بتاع الهايد بون، وده طبعا several authors بس اللي ادفوكيت ده. الكورسيت بلاتيزما بلاستي طبعا ده من الحاجات المشهوره، وده ادفوكيتد باي فيلدمان، وده الموست اكستنسيف اوف ذا تكنيكس فور ابليكيشن اند ابليكيشن اوف ذا بلاتيزما اللي هو الكورسيت. لما يكون عندنا الكورسيت بلاتيزما بلاستي، لما يكون عندنا الانفيرور بندنج اوف ذا نيك وكان نوت بي كوركتد اذر كان نوت كوركتد باي ذا اذر تكنيكس اوف بلاتيزما بلاستي. كورسيت بلاتيزما بلاستي طبعا ده فيمس تكنيك فور كوركشن اوف ذا انفيرور بلاتيزما بندنج. هنا طبعا واضح جدا بالانفيرو بالتزبا البندنج، وده كوركتد باي انفيرو فيس ليب اند كورسيت بالتزبا بلاست. في عندنا طبعا حاجه اللي هي ستشر سسبنشن بلاتيزما بلاستي. ستشر بلاتيزما بلاستي طبعا كان دي يوزد ايزوليتد اور وذ انذر تكنيكس اوف بلاتيزما بلاستي. احنا بنعتمد على انترلوكينج سوتشر سب منتال انسيجن طبعا في الاول، هو سب منتال انسيجن بيتعمل برضه فور بلاتيزما بلاستي، وبيعمل انترلوكينج سوتشر في السب منتال ريجون، وبثرو لايف سكشن كانولا رفيعه بتخش من الوسط ريكتال سبيس عن طريق برضه طبعا بنعمل انسيجن ورا الاوريكي، وبتتشد ويتمشي فيها السوتشر لحد ما تطلع على فري نيدل، يعني في سوتشر على فري نيدل ويتثبت في الماستويد فاشيا. نفس الكلام في الناحيه الثانيه في الناحيه الثانيه وهكذا. وطبعا الدراجنج طبعا بتاع السوتشر ده بيهايند الاير بيبقى بيتم لحد ما يحصل الديزايرد بريزل او الديزايرد ابييرنس اوف سيركومنتال انجل از اتشيفد. في سب السب منتال في حاله دي سب منتال لايكتومي مع سبمنتال سوتشر. الريتوبلاستيك طبعا ده احنا خلصنا نوع من انواع الريتوبلاستيك. في ريتوبلاستيك بروسيدرز بقى اللي هو الترو سيرجري، يعني في عندنا ديفرنت ديجريز اوف ليفت في المايتي من الميني تاك اب
في الكلاسيك بيس ونيك ليفت، في السبيشال نيك ليفتنج، في دايركت اكسجن اوف دايركت اكسجن تكنيكس. ايه الفروق اللي ما بين طبعا كل الديجريز اوف ليفت؟ الديجريز الرينج اوف ديفرنس بيعتمد على الديجري بتاع سبتينيس اندر بايننج او اللينث او اند لوكيشن اوف سكين انسيجن او الديجريز اوف ويتش ماس بلاتيزما كومبلكس كان بي ادريسد. اول حاجه اللي هو المايتي ميني تاك او الميني فيس ليفت. الميني فيس ليفت طبعا انسيجن هو الفرق بين وبين بين الكلاسيك فيس ليفت ان الانسيجن بتاعنا بيبقى شورتر، الادفانس بتاعنا بيبقى اقل، الادفانس بتاعنا في التمبرال هير بيبقى قليل، البوستيرور بيبقى مور هوريزونتال، وده دينوتد لاينز فور الميني ميني تاكاب المايتي ميني تاكاب. ده طبعا بنستخدمه في الحالات اللي ما عندهاش سيفير سكين الاستوزيس، يعني مش محتاجه مور سيفير ادفانس. طيب الكلاسيك بقى فيس او النيك ليفت طبعا احنا بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه في البيشنتس اللي هم اوفر 50 هاز سيجنفيكانت ديجري اوف سكين لاكزيتي اند جوال مانديبولر الاستوزيس بارينج ديجريز اوف لاكزيتي ان انفيرور نيك بوسيبل او البيشنت اللي عندهم بوسيبل ميد فيس ديسنت. وطبعا دي اللاينز بتاع الكلاسيك فيس ليفت بتبقى حوالي 1 تو 2 سنتيمتر بروكسيمال تو ذا نيزربل جروف والاورال كوميشر اندر مايننج طبعا للبريجوال جروف واندر مايننج بارينج ديجري في السب منتال سب منتال ارياس. البري اوركلر طبعا انسيجن بيبقى زي ما احنا شايفين. البوست اوركلر بيبقى مور سيبيرور اند هوريزونتال وماشي مع البوستير هير لاين. في الكلاسيك فيس ليفت او الكلاسيك فيس نيك ليفت طبعا احنا عندنا مالتي فيكتور. مالتي فيكتور طبعا المالتي فيكتور عندنا بيبقى يا اما سيبيرو لاتري سيبيرو بوستيرلي ده كله ايمينج تو اتشيف مور تايتنس او مور باورفل اثيتيك اثيتيك اتشيفمنت. ده المالتي فيكتور بيبقى لسميس مع البلاتيزما كومبلكس. دي بيشنت برضه سيفير انستوزيس سكين انستوزيس طبعا ده دايما الكلاسيك فيس ليفت. في عندنا السبيشال نيك ليفتنج. السبيشال نيك ليفتنج السبيشال نيك ليفتنج عباره عن انذر او اديشنال تكنيكس تو امبروف ذا كواليتي اوف اوف سكين انستوزيس او فيتشر او فيتشر ايجنج اللي هي كان نوت بي امبروفد باي الستاندرد مالتي فيكتور او الديب بلين فيس ليفت. دي عندنا نوعين من السبيشال نيك ليفتنج اللي هو الفيرتيكال نيك ليفت او الهوريزونتال نيك ليفت. ده الفيرتيكال نيك ليفت ايه الديفرنس ما بينه وبين الكلاسيك فيس ليفت؟ ده الاكستنشن اوف ذا along the hairline to create ده الفرق ما بينه وبين التراديشنال او الكلاسيك فيس ليفت. احنا في الكلاسيك فيس ليفت البوستيرو اكستنشن بتاعنا بيبقى قليل والهوريزونتال ده بيبقى فيرتيكال. ماشي ورا ايه الفكره بتاعته؟ ان هو يدينا اكسس او مور اكستنشن للانفيرور نيك ده وبيدي allows posterior bowling of the platysma into the firm and less mobile sternocleidomastoid fascia. بيعمل ادريسنج للبلاتيزم باندنج في الانفيرور نيك كويس جدا، لكن مشكلته طبعا في اللايبيليتي تبقى سكار هايبرتروفي والفيزابيليتي تو سكار. الهاي بوستيرور الهاي بوستيرور بوستيرور هير لاين ده ليميتيشن للانديكيشن، يعني انا ما اقدرش استخدمه في بيشنت يكون عندها الهير لاين فوق. ده هيبقى طبعا صعب ان يديني اكسسبيليتي للانفيرور نيك. ده الدايسكشن وده البليكيشن تمام وده شكل ال الوند
بعد الـ بعد الادفانسمنت او بعد الابليكيشن. الهوريزونتال الهوريزونتال نيك ليفتنج طبعا دي برضو شود بي كونسيدر لما يكون في عندي significant aging of the neck في الـ occurs in a horizontal direction مش vertical direction لا في الـ horizontal direction. الـ patient هنا بيبقى has deep long multiple horizontal lines in the neck as well as redundant horizontal skin between the etched lines. Posterior bowling بقى of the posterior bowling of the skin the neck is in this type of patient will not provide the desired cosmetic result. So when decide to do horizontal neck lifting, you should evaluate the patient carefully. انت بتعمل تيست بنعمل بنشنج تيست زيه زي البليفروبلاستي بالظبط يعني احنا زيه زي البليفروبلاست بيكون في وضع النك بتبقى فول اكستندنت ونشوف الاكسس فلاب او الاكسس سكين شكلها قد ايه بنحطها على اليس براير تو اكسجن يعني الهيئة هنا بيبقى ديترمايند زيه زي المانر اللي هو سيميلر تو البليفروبلاست وده طبعا بيبقى شكل الاسكار بوستوم دي برضو كلاسيك او فيس ليفت اندر جوينج اللي هي للهوريزونتال ليفتنج. اخر حاجه في الفيرتودو بلاستيك اوبريشن اللي هي دايركت اكسجن تكنيكس والموست بوبيلر طبعا عندنا اللي هي الجريشن ايرن with بلاتيزمابلاستي at a cervicomental angle. الميزه في الطريقه دي طبعا شكل الايرن يعني ده رسمه الايرن يعني شكل البلازا تمام لها سايدز طبعا with the سايدز دي اللي هي الزد بلاستي. ايه ميزه الطريقه دي؟ ميزه الطريقه طبعا ان هي بتبقى الترنت او اجنكت الفيس ليفتنج او الليبوسكشن او البلاتيزمال امبريكيشن ودي طبعا كرييت ديفاين سيرفايكومنتال انجل ذات از تيبيكال تو اتين وذ انذر اني اذر تكنيكس. لكن مشكلتها طبعا ان هي دازنت امبروف الجو لاين تكنيكس يعني دازنت امبروف الجو لاين وميزتها ان هي شورتر بروسيدر ودي بتبقى سوتبل فور بيشنت وذ ايزوليتد سيرفايكال لاكسيتي ميديكال كونديشنز ذات مي ريكواير light anesthesia or isolated submental failure after radiectomy patient disinclined to undergo a facelift with the early excision now with the exposure to the bilatisma with the check incision after after closure will be supported by steady strip and the clip bandage for 2 weeks. The patient undergone regression cardiac cystoscopy. The complication of neck rejuvenation surgery. طبعا في multiple complication طبعا لان احنا طبعا بنبقى شغالين dangerous area وعندنا high planes of dissection فبيبقى طبعا انت بيبقى liable لل complications. Most common complications طبعا الهيماتومات والسيرومات دي اكسباندنج هيماتوما موجوده هي في الفيس والنك ودي بيفور اكسبوجر اوف ذا هيماتوما او بور ديكيوشن ده حصل بيندنج ثم طلعت من قبل وان سيلوما سكين انجري ونكروسس او تشينج في السكين او في السكين بيجمنتيشن او تكتشر hypertrophic scarring suture erosion and palpability board design طبعا انك انت تعمل من اول لاينز طبعا البورد لاينز هتدي بور ريزلت يعني البورد لاينز او البورد بلاننج هيدي بور ريزلت فطبعا تيك كير يعني حاجه زي كده عندنا البيكسي ديفورميتي ذا ايربيول ده برضو من البيت بلانينج ريجنال هير لوس عندنا نيرف انجري
طبعا الموست كومن هم الجريتر ايربل نيرف، او عندنا الفيشل موفمنت ديس اوردرز المارجنال مانديبولار نيرف باراليسيس، او الريجولارتيز بالكونتور زي البرزيستنت كونكيفيتي او كونفكسيتي زي اللي احنا شايفينه في الحاله. المسج بتاعتنا لازم نعرف ان there is no one size fits all. No one size fits all. لازم تختار ال optimally treat each patient. All aspects of the patient must be understood and addressed. Thank you. شكرا جزيلا. شكرا موصول دكتور ايمن بيه. محاضرة أنا عارف إنها محاضرة غتتة من المحاضرات الغير مطروقة، والكلام فيها كبير as regard the neck attractiveness والcosmetic neck deformities والevaluation الديد اللي حضرتك قلت لنا عليه، إنما في بعض بس المكملات حضرتك جبت سيرتها، وفي نقط بس ايه انت جبت سيرتها بس سبتها بعتها في الاخر. فبعد اذن حضرتك كده حبت اضافات بسيطه فاضل بيه في النيك اتراكتيفنس. في النيك اتراكتيفنس زي ما في الامم المتحده دلوقتي ما بيعملوا دول للاتفاقات وبتاع، يقول لك 5+2 و5+5 حاجات كده، فاحنا في الاتراكتيفنس خلينا 5+2. انت قلت الخمسة حلوة قوي من اول الفيزابل انفيرور مانديبولار مارجن دي، وفضلت نازل بقى حلوة قوي لغاية لما قلت لنا السيرفايكومنتال انجل اللي هي من 105 ل 120. نهاية الكلام في الاخر قلت لنا جبت لنا سيرة السب مانديبولار انما بلفت نظر حضرتك ان في التو بقى المهمين ايه هم؟ دول مهمين عباره عن التشين نيك هارموني دي حاجه، والحاجه الثانيه في بلين يا دكتور ايمن بيه بيمشي من اول النوز يوصل للليب وبعد كده ينزل التشين. المفروض بيبقى التشين بتبقى حوالي 3 مليمتر posterior to this plane. تبقى posteriorly. دي بس بالنسبة للنيك اتراكتيفنس. بالنسبة للإيفاليويشن حقيقي يعني كان نفسي بقى اسمعه منك كويس، انت قلته حلو قوي ككلينيكال تايبس، وقلت الديدو ده وان في حاجات حلوه. الايفالويشن في النيك ديفورميتي يا ايمن بيشمل على حاجتين، على الفوتوغرافي وعلى الكلينيكال. تمام. الكلينيكال ده لازم يبقى ستاتيك ودايناميك. تمام. ما ينفعش شيء، لان انت مش هتعرف تشخص البلاتيزمال باند والاذر نيك ديفورميتيز دي الا ديورينج دايناميك اكشن. تخلي العيان يتكلم، تخلي العيان يجز على اسنانه، يجز على ايديه. فلازم الجونيور ستاف they have to know ان الايفالويشن بتاعت التايبس دي بتبقى كلينيكال وفوتوغرافي، والكلينيكال دي ستاتيك ودايناميك. انا ببسطها شويه دكتور ايمن، اللي هي زي ما حضرتك قلت كده السكين كونديشن اخباره ايه. انت قلت ديدو بالسبعه تايبس بتاعته. في انذر كلاسيفيكيشن سهل كده، واحده اسمها ايلين ومعاها واحده تانية اسمها كاترين، عاملين برضو كلاسيفيكيشن سهل. خدوا السكين وبعد كده السبكوتينس فات وبعد كده البلاتيزمال باند، وفي البلاتيزمال باند طلعوا فيها بنقطتين، يا اما نارو بلاتيزمال باند يا اما وايد بلاتيزمال باند، وانتهت في الاخر بالديسهارموني اللي ممكن يكون موجود في البلين اللي احنا قلنا عليه، حاجه في التشين او حاجه في السبمانديبولار سليفر جلاند. دي بس كانت حبه النقط اللي انا بالنسبه للسبمانديبولار سليفر جلاند حضرتك يعني في المانجمنت بتاعها ساعات بنحب نعمل يا اما سالدكتومي ان انت بتشيل الغده دي، او ساعات بتغطيها ببلاتيزمال فاشيا اللي موجوده حواليك. انما انا بشكرك
بشكرك. أنا طبعاً الزوم 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 مفتوح للإخوة كلهم اللي عايز يشارك معنا. أنا أقول طبعاً دور raising his hand. أنت بقى أسامة لأن أنا ما بشوفش حد. بروفيسور سعيد مندور بليز. أيوة يا دكتور أسامة باشا، مساء الفل. مساء النور. بخير دكتور، اتفضل. مساء الفل. أولاً كل عام وجميع الزملاء بخير، وربنا يعيد علينا جميعا بالخير ان شاء الله، ويشيل الوباء اللي موجود ده في الايام المفترجه يعني. بشكر طبعا التيم كله بتاع الازهر، الدكتور فوزي، الدكتور اسامه بيت، شحات، الدكتور ايمن، الحقيقه قدم لنا يعني ملخص وافي عن النيكريجوفينيشن. بس هو عندي انا شويه كومنتات كده يعني ممكن تضيف لهذا العمل الجميل. اولا حضرتك قلت طبعا من ضمن الحاجات اللي هي اللايبوسكالبتشر. ايوه اللايبوسكالبتشر حضرتك يمكن انا يمكن قلت مقاله في المؤتمر بتاع الصعيد الأخير قبل الكورونا على طول. حضرتك بس ما جبتش سيرة الليزر لايبوليسيس. من الحاجات اللي هي الإيفيدنس بيزد ميديسين، يعني لما تيجي تبحث في الباب ميد أو على السيرش هتبص تلاقي الكلينيكال بيزد إيفيدنس بيسبورت الليزر لايبوليسيس ولايبوسكشن في النك واللور فيس. ويمكن انا يعني كان في فيديو الستريتيف وكده يعني يمكن حضرتك ما شفتوش. شفته في المؤتمر. شفته يعني في المؤتمر. شفته في المؤتمر. دي الحقيقه لازم برضه بنضيفها لانها ايفيدنس بيزد ميديسين موجوده اوريدي وثابته ان الليزر لايبوليسيس في النك واللور فيس بيدينا جود ريزلتس الحقيقه. النقطه الثانيه هو بس دكتور سيد، ليزر لايبوليسيس ولا لايبوليسيس ولايبوسكشن؟ الاثنين يعني. يعني ما بيعملش لايبوليسيس بس، يعني لازم يسحب. لا لازم. لا هي لو مايلد قوي بيسيب. يبقى ليزر لايبوسكشن حضرتك. ما انا بقول لك هي لو 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 الصب من تل اريا صغيره عشان بس عايزين نمحي من الناس حته اللايبوليسيس دي بس، لان طبعا دي ريستريكتد اول اوفر ذا فود يعني ذا وورلد، وان ما حدش بقى يعمل لايبوليسيس بس وكلام الكابتيشن والكلام ده كله، يعني دي مش افتي ابروفال خالص. لا هو اللي هي الايفيدنس بيزد ميديسين موجوده لو هي مايلد يعني اقل من 10 سنتي ممكن تتساووا عادي مفيش مشكله وبيحصل سكين تايتنج. انما طبعا ادام عملت لايبوليسيس يبقى تعمل على طول لايبوسكشن يعني لازم. واخد بال حضرتك. ففي زي ما قال الدكتور فوزي بيه في يعني كلاسيفيكيشنز كتيره للسكين لاكس ديجريدنج، واخد بال حضرتك. في واحد اللي هو الكزياديس وارمينكاس عملوا في 2006. انت حضرتك قلت نقطه مهمه جدا ان النك بتبتدي من عند الليفل بتاع الهارد بالي. بالظبط دي دي مهمه قوي لان ده بياخد معانا بقى ايه النيزو ليبيال فولد، بياخد النيزو ليبيال فولد، الميلو ليبيال فولد، الجاولز، واخد بال حضرتك، السبمنتال والايه السكن اللي موجوده في النك. فدي برضو تقريبا مشابهه لديده بس لسه هنمشي قصر الشارع. ايه حضرتك في حاجه ولا لا؟ تمام يا ميدو. طيب فهي تقريبا نفس الديدو بس ايه يعني هو بيعتمد بس على السكين والسكين الاسترانز اللي موجود. انما الريسيشن بتاع المنتم او الكلام ده ما جابش سير. ايوه لا جت طبيعي. هو عايز اقول لحضرتك حاجه بس، هو طبعا انا تعليقا لكلام حضرتك وكلام الدكتور فوزي، هو احنا هو في نقطه فعلا هي مس دي مني نقطه الكوريشن اوف تايب تايب 5 وتايب 6. تمام. أيوة. تايب 6 اللي هو ديدو
تايب 5 أيوة. هو فيه 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 المانديبولار ريسيشن او ريتوجناسيا، وتايب 6 اللي هو فيه المال بوزيشن بتاع الهايد بون. واحنا قلنا أيوة. وطبعا احنا انا طبعا المفروض اجيب سيرتهم طبعا في الموضوع، لكن فعلا ريديو بلاستيك ريديو بلاستيك اوبريشنز صعبه جدا. يعني انا عايز اقول ان طبعا الناس هتفهم يعني منها تايبز كتير جدا. فانا جبت اكيد جبت حاجه كده اللي هي ايه اللي هي السيكونس بتاع الحالات عشان تمشي سهله. يعني من اول الميني تاب وانت ماشي مع الكلاسيك، ماشي مع الـ مع الـ مع الـ مع السبيشال نيك ليفتنج، ماشي مع الدايركت اكسجن تكنيكس. يعني انا حبيت اوزع الموضوع بحيث ان هو مش بنتكلم كتاب او بنقول كتاب، لكن هو لكن انا بقول ان طيب ان كوركشن بتاع طيب فايف ايوه بيه دي بعض المشاهيات اللي نعم بتظبط الامور يعني. طبعا هي طبعا حضرتك يا دكتور ايمن يعني الموضوع غطيته باستفاضه، بس احنا بنقول ايه يعني زي ما تقول عشان يطلع طبعا يا بيه طبعا تطلع الاكله حلوه، يبقى الاكله جميله يعني. كتر خيرك حضرتك سيد. الله يكرمك الله يكرمك بروفيسور اسامه. دكتور احمد اتفضل يا باشا اتفضل. الو السلام عليكم. كل سنة وكل أساتذتي طيبين. إزاي حضرتك يا دكتور أسامة؟ إزاي حضرتك يا دكتور فوزي؟ كل أساتذتي بدون ما أنسى أي اسم. شكرا جدا يا دكتور أيمن على المحاضرة الجميلة الرائعة ديت. ربنا يكرمك يا دكتور. أنا بس طبعا يعني أنا بناقش حضرتك علشان رقم واحد أستفيد، رقم اثنين إنه أحيانا التايتلز ممكن نبقى إحنا مش فاهمين المضمون بتاعها. يعني هو عنوان المحاضرة الجميلة دي هي يعني يعتبر لمت كل حاجه. ريجوفينيشن انا ما حضرتش اول خمس دقائق بس ممكن يبقى هم كانوا في اول السلايد او كده. فانا كنت احب حضرتك بس تقول لنا يعني ايه كلمه ريجوفينيشن. دي رقم واحد. الحاجه الثانيه يعني في حاجه اسمها الريبير. يعني انا عامل حاجه اسمها لادر اوف ريبير بيبدا من اول ريكونستراكشن خلاص، بعد كده ريستوريشن، بعد كده ري انيميشن لان احنا طبعا عارفين ان اللور فيس يعتبر جزء من النك، وبعد كده الريجوفينيشن، وبعد كده ري اشورنس. فانا يعني مثلا لو انا عندي كونتراكتد بوست بيرن كونتراكتد نك خلاص، وانا عملت لها ريليز اند فليب ده ريكونستراكشن، وبعد كده عملت ديبالكينج علشان اعمل كرييشن للسيرفايكو منتال انجل ده ريستوريشن للانجل، وبعد كده عملت ريجوفينيشن للسكارز. هل ده ممكن ادخله تحت التايتل اوف نيك احمد ريجوفينيشن؟ احمد لا يا بيه بص يا بيه لو سمحت التايتل او الشغل بتاعنا اسمه كوزميتيك نيك ديفورميتي، ملهاش دعوه خالص بأي حاجة فيها سكار وما فيهاش سكار. والأستاذ أيمن في البداية ابتدى كان يتكلم يمكن تتأخرت، وهي ديفاين إن الريجوفينيشن هتبقى تو ايتيمز ايزر سيرجيكال ونون سيرجيكال، واتكلمنا عن السريد واتكلمنا عن البوتوكس، وبعد كده هي اليومينيت موست اوف ذا سيرجيكال بروسيدرز على قد ما تقدر. يعني ده اللي هو قاله الاستاذ ايمن. طيب انا بس عايز افهم يعني امتى اقول ريجوفينيشن وامتى اقول اسيتيك ريستوريشن؟ يعني ايه الفرق ما بين كلمه ريستوريشن؟ ايه الفرق يعني ليه قلت ريجوفينيشن بس يعني او ريجوفينيشن؟ يعني هل ده معناه الايدجينج؟ يعني انا اعمل ريجوفينيشن للايدجينج ابنورماليتيز بس، ولا لو انا عندي حاجات بقى بوست اوتوماتيك بوست انفلاماتوري ولو عملت اسيتيك ريستوريشن؟ لو سمحت لي يا ايمن أجاوب أحمد، لأن دي مشاكل الدكتوراه بتاعت الأزهر اللي من عندنا بتطلع عفاقرة حلوين. كلمة ريجوفينيشن لما بتتقال يا أحمد يا سالم يعني مينلي لما تاخدها بعمومية فهي إعادة النضارة للنك. يعني نك ريجوفينيشن إعادة النضارة
للنك يعني إعادة النك إلى حلاوتها التشريحية والجمالية. تمام. في ناس كانوا أحيانا بيتكلموا على النون سيرجيكال إنه هو ريجوفينيشن، والحاجة التانية يسموها ليفت يعني في الفيس مثلا، يقول لك فيشال دي ريجوفينيشن وفيس ليفت، دي بتبقى حاجة ودي بتبقى حاجة. أنا أعتقد إن الريجوفينيشن من وجهة نظري يبقى الأحسن إن هي تشمل على الاثنين أعتقد، وما أعرفش بقية الأساتذة رأيك يا دكتور أسامة سيادة اللي هو عاطف. أنا ممكن أتكلم دكتور فوزي ولا؟ أتفضل. هو أنا بس فاتني الحتة دي معلش يا دكتور فوزي عشان سمعت يعني سؤال حضرتك بتقول إيه الريجوفينيشن إعادة النضارة اللي أنا سمعتها. هو كان أحمد بيسأل قال الريجوفينيشن ده لفظ عام يشمل الليفت ولا حاجة خاصة بنون سيرجيكال؟ هو مفروض إن هو اللي تقال ريجوفينيشن دي كن يعني العام اللي بتقال للنون سيرجيكال، النون سيرجيكال مانوفر اللي بتتعمل، إنما الريجوفينيشن اتاخد عام كله بما فيه السيرجيكال بارت والكلام ده كله. اسمح لي حضرتك إن أنا أكون طالب دكتوراه عند حضرتك، وحضرتك جبت سؤال في التحريري بتقول discuss neck rejuvenation وانا ما كتبتش السيرجري، ما لا كتبتش طبعا. لا طبعا هيبقى الاجابه خاطئه طبعا. يبقى احنا متفقين سياده اللواء. قلت ان هو حضرتك قلت حاجه يا دكتور فوزي في الاول، قلت اعاده النضاره. أيوة. النضاره بقى بتخش القصص دي، انما هي ان احنا كنا بنعتبره الاول النون سيرجيكال او الكلام ده كله، لكن هو سكيرج من اوفيسر ريجوفينيشن هو بيقصد بيه الفيس ليفت اصلا، فطبعا لازم يخش السيرجيكال بارت بتاع. شكرا. السلام عليكم دكتور فوزي بيه. عبد الرحمن عوضين، ازاي حضرتك؟ اتفضل يا دكتور عبد الرحمن. انا بس بشكر دكتور ايمن وبقول له تسلم الايادي، محاضره كويسه، بس از ريجاردنج ديفينيشن اوف ريجوفينيشن the process which makes someone looking اتفضل. الو كمل يا دكتور عبد الرحمن. The process which makes someone looking younger، فلو قلت rejuvenation اي process making it the person younger، ودي بتتقسم لخمسة ار. الرول اوف ار اللي قالها دكتور احمد rejuvenation، انا بس هقول الاستيتيك restoration تشمل reconstruction والاستيتيك process، لكن لو انا هتكلم على rejuvenation which make someone looks younger اللي هي حركة rejuvenation اللي اتكلم عليه الدكتور ايمن النهارده هو ده في صلب الموضوع. لو هنتكلم على aesthetic restoration يبقى ندخل مع reconstruction، ممكن ندخل ممكن لا، لكن rejuvenation اللي اتكلم عليه النهارده ده rejuvenation making someone looking younger، حتى هو ساب حته يعني في النص كده. دكتور استاذ الدكتور عبد الرحمن اتفضل. يعني لو حضرتك هعيد السؤال اللي انا قلته للواء عاطف، لو حضرتك جبت لي في امتحان الماجستير discuss neck rejuvenation هيكتب لي الكلمه 5 ار رقم 1 سيرجري ولا ما اكتبش سيرجري؟ هيكتب الاثنين بس في الاستيتيك بيربس رقم 1 ريلاكس. يبقى لازم يبقى لازم هي دي النقطة اللي احنا بنختلف فيها بس دكتور عبد الرحمن، اكتب سيرجيكال ولا ما اكتبش؟ بس اتفضل الاستاذ الدكتور المراكبي. مساء الخير جميعا. مساء الجمال. مساء الفل. ازيك يا دكتور؟ شكرا يا دكتور ايمن على البرزنتيشن الجميله والديسكشن الجميل اللي احنا سامعينه. طبعا الريجوفينيشن داخل منها جزء اساسي سيرجيكال، يعني كلمه ريجوفينيشن هو بس عباره عن ان انا احط ليزر او كريمات او كده، لا في جزء اساسي صح. منه اللي هو السيرجري. انا موافق تماما. الحقيقه غطى الموضوع كامل سيرجيكال النون سيرجيكال. شكرا. كتر خيرك يا محمد. شكرا يا بيه. استاذ اسامه. بروفيسور ياسر حلمي بليز. ياسر مساء الخير يا جماعه. ياسر اه حضراتكم طيبين، ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله ماشي الحال. اتفضل. شكرا دكتور ايمن، ثانك يو فيري ماتش فور يور نايس ليكتشر. ريلي اي هاف جويند ليت يعني، بس
انا كنت عايز اسال ماي كويشن عن الهاموك تكنيك تكنيكال اللي هو احنا بنعمل فيه السيرو تراكشن البرايدل سوتشر تو اوفرلاب البلاتيزما في الدبل بريستد فاشن. يعني رايك فيه ايه؟ او انا يوجوالي يوز ات ان مايلد تو يعني مودريت لاكستي اوف ذا بلاتيزما. معلش يا ايمن يا ياسر بعد اذنك انا معلش بقى ايه الفرق بين الثريد والسوتشر؟ لا في فرق كتير بيه يعني يعني هل انا لما بعمل سوتشر ليفتنج بتفرق عن الثريد ليفتنج؟ لا انا لا لا ده انا سؤال بس سوتشر ليفتنج الثريد ليفتنج دايما زي ما الاساتذه كلهم قالوا بتبقى مينلي في الليس انفيزيف نيك ريجوفينيشن، وبالتالي انا بستخدم حاجه كوند او باربد ان انا بعمل بس سسبنشن جاست للسبكوتينيوس تيشو. انما انا اللي بقصده في السوتشرنج بتاعي ان انا فاتح سواء عند الليفل بتاع الهيب بون ترانسفيرس او ايفن الانسيجن لونجيتيودنال وات ايفر، وبعد كده بعمل التكنيك اللي هو دبل بريستنج ان انا بجيب التو ميديال ايدجز بتوع البلاتيزما وبعمل اوفرلابنج بيراميدال شيب ما بين الاثنين وبعض وبيتشد ورا الناحيه الثانيه علشان اعمل اللي بتحط لها بلايكيشن وبتثبتها هي زي بلايكيشن بس زي الهيرنيا ريبير كده زي في لاب الهيرنيا بالظبط ان انا بالظبط ان انا بعمل تراكشن للبلاتيزما هو قالها دكتور ياسر بيه قالها دكتور ايمن انا الحقيقه بستخدمه ملي في النيك ريجوفينيشن اللي بيبقى فيه بلاتيزما مش سيفير. فهو رايه فيها ايه دكتور ايمن؟ بس انا شكرا يا ايمن ياسر. ايمن اتفضل. ايمن اتفضل دكتور ايمن. دكتور ايمن دكتور ايمن اذا النت فيه مشكله عند الدكتور ايمن. لا سامعني حضرتك كده؟ ايمن ايوه في حضرتك سامعني؟ ايوه سمعت السؤال اللي ساله ياسر. الدكتور ياسر انا سمعت الحته الاخيره بتاعته ان احنا بنتكلم عن الثريدز وعن السوتشر. طبعا هو في فرق بين الثريدز وفرق بين السوتشر. نقطه الحته احنا اتكلمنا عن الفرق بين الاثنين في المحاضره وقلنا ان الثريدز ده مينيمال انفيزيف او ليس انفيزيف تكنيك ممكن نستخدمه ده بيركتينيوس. لكن هو بقى طبعا بيحتاج سؤاله كان عن السوتشرنج انت بتعمل لها سسبنشن فين؟ سؤالي عن الهاموك بلاتيزمو بلاستي دكتور ايمن اللي هو البرايدل سوتشر ان احنا بنعمل دبل اوبوزنج اوفرلابنج سوتشرز عشان نشد عند السبمنتال اريا ات ذا ليفل اوف هيد بول. ما احنا جبناها يا دكتور ياسر جبناها في السسبنشن سوتشر. انا قلت لياسر في السسبنشن سوتشر لان احنا اتكلمنا عن البلاتيزمو بلاستي. البلاتيزمو بلاستي تايبز كتير جدا اباوت 8 تايبز. يعني في 8 تايبز من البلازما بلاستي منها الهامو اللي احنا بنتكلم عليه في ان احنا بنعمل زي باند عشان نعمل ديفينيشن مور ديفينيشن للسيرفيكومنتال انجل عن طريق ان احنا انترلوكين ستشر. انا كنت كان نفسي انا سؤالي تيز ابروبريت يعني انت بتعملها روتين ولا في الحالات المايل تو مودريت برضو؟ يعني انا لا في المايل تو مودريت تمام لان هي في الاخر اللي هي طيب هي مطلوبه ساعات مع الماركت والحقيقه ان هي ما بتعملش سبمنتال ريستوريشن كويس ولا انج كويس الا اذا كانت فعلا البلاتيزما مش فيري لاكس لو ما بتجيب نتيجه. طيب هي 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 الفكره برضو يا دكتور ياسر في ايه؟ هو النوع ده بيبقى تايب 1 بلاتيزمال ديفورميتي او اللي هو تايب 1 باندنج. يعني اللي احنا بنتكلم عليه ده هو تايب 1 باندنج اللي هو بيبقى في السبمنتال اريا تمام. لو الكوركشن بتاعه غالبا بيبقى بسيط بيبقى بالهاموك بلايكيشن او ان احنا نعمل لو هتعمله برده بيبقى كومبايند مع السسبنشن سوتشر بيدي مور ديفينيشن. يعني انت ممكن برده تعمله ممكن تعمله في الميد لاين خد بالكم ما يديكش برده الديزايرد ريزلت او حتى ايفن على فكره بوست اوبرتيف. يعني هو انت الاوبرتيف بيبان كويس جدا لكن بوست اوبرتيف بيدي بوست تلاقي فيه ساجنج برده لسه موجود في السبمنتال اريا. فهو بينصح يعني او ريكومندد انك انت تعمله معاه سسبنشن سوتشر بس. هو بمناسبه وجود الاستاذ ايمن معانا استاذ ياسر معانا
دكتور ياسر بيه. اتفضل يا بيه. اتفضل يا بيه. سامحك صفتك يعني ليك باع كبير في البوتوكس انجكشن وتريت البلاتيزمال بانز. We have a lot of complications of this. We not you. As regards sometimes in the literature, they mentioned dysphagia, edema, ecchymosis, neck weakness, neck soreness. What about your experience in treating neck bands, deep platysmal bands with Botox? هقول لحضرتك كبير. التريك في البوتوكس واتيفر انا بحقنه فين حتى لو في الهاند في الهايبر هيدروزيس ان انا اشتغل على الليست دوز في الفيرست سيشن ما بقاش انا مستعجل ان انا جيت كومبليت ريستوريشن لكل الديفورمتي اللي عندي مره واحده لا انا بشتغل تو يونتس واستنى العيان ريفيزيت تاني بعد 10 ايام ممكن ازود يونت 2 يونت لكن المشكله اللي بتحصل مننا في البوتوكس ان انت يعني هل حضرتك هتعمل هتنجكت باند وتستنى الثانيه تنجكت بعد اسبوع لا بنجكت كله بس بدل ما اعمل 5 يونت او 4 يونت ادي 2 يونت واشوف الريسبونس بتاعي بعد 10 على بعد طب يا دكتور ياسر معلش يا دكتور فوزي سؤال بس هو فضل. انت بتعمل ايفالويشن للباند اللي هو السينر والسيكر زي بعض يعني تدي الاثنين يونت في السينر والسيكر انا بعمل زي بعض بعمل كده واستنى 10 ايام واشوف الريسبونس بتاعي ليه بقى لان لو حضرتك عملت دوز مثلا 5 يونت او 7 يونت واتيفر حصل اي كومبليكيشن عندك ممكن توصل لدرجه ديسفيجيا فعلا وممكن توصل لدرجه مشكله اسيمتري رهيبه بتبقى العيان مش ساتسفايد بيها فانا دايما بشتغل في البوتوكس بالذات يعني انت ياسر بتحب ان يبقى عندك top clinical improvement اكثر ما يحصل لك complication وده بيقلل جدا 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 نسبه الكومبليكيشن او dissatisfaction العيان واهم حاجه ان انا اورينت البيشنت اقول له معلش احنا عايزين نشوف الريسبونس بتاع جسمك فبلاش ناخد جرعه كبيره وهنعمل ريتاتش ثاني ممكن نعمل خيرك يا استاذ اسامه دكتور فوزي ايوه استاذنك يا بيه ممكن اعمل مداخله اتفضل يعني ممكن اشترك في الحوار اتفضل مش احمد سالم ايوه بس والنبي يعني اقل من 30 سنه البوينت على طول يعني البوينت اللي هو الفرق ما بين الستريتس والسوتشرينج خلاص طبعا بعيد عن التايبس والبايو ميكانكس بتاعتهم في اختلافات كتيره البوردر لاين اللي بينهم انه لو انا عملت سوتشر ويز ستيتشنج يبقى في نوت يبقى ده سوتشر مفيش نوت ده ثريد وانا مش عارف الاستاذ هيتفقوا معايا في الفرق ده ولا لا انت بتاخدها على اي حته بتثبتها فوق ده ثريد ما بتعملش نوت ديزي ده ثريد انما عملت نوت يعني سوتشر ويز ستيتشنج اكسبلانيشن مقبول مني على الاقل طيب الحاجه الثانيه للدكتور ياسر استاذنك دكتور ياسر طب لو في طبيب او دكتور عنده من الاكسبيرينس ان هو ما يدي الاوبتيمم دوز على طول عشان يوصل للكلينيكال ريزلت ما يوصلش للسب كلينيكال ريزلت هل في مشكله ان هو يدي الدوز ولا برضو لازم يدي سب كلينيكال والله يا احمد انا ان ماي اكسبيرينس اي هاف براكتسد يعني ثاوزندز ما انا بسال حضرتك عشان انت اكثر خبره طبعا وبنستفيد من حضرتك برضو فالريسبونس في البشر مختلف جدا وممكن يبقى في ما بينهم فاميلي ريليشن مثلا وتلاقي ريسبونس يعني السيفتي تيست يعني خليك كونزرفتيف في الاول لو انت مش عايز يبقى عندك كومبليكيشن يعني خليك كونزرفتيف واعمل سكند ريتاتش احمد الكونزرفتيف بوتوكس ثيرابيست ده لازم يبقى معلم والا مش هينام الليل خصوصا لما واحد يبقى عنده حالات كتير زي الدكتور ياسر استاذ يعني اسامه دكتور احمد سالم الازهر بليز السلام عليكم ايه اسامه طيبين يا ابو حميد ربنا يخليك يا تسلم دكتور ايمن متشكرين لي على المحاضره بس في حاجه حاجتين يعني عايز اعرف من حضرتك يعني حضرتك ما قلتهمش يعني في الاول الميديكيشن او الميزوثيرابي او الانجكتبل في الدبل تشين او في السبمنتال فولنس حضرتك ما قلتش حاجه عنها خالص يعني والحاجه الثانيه الاندسكوبيك نيك ليفتنج حضرتك احمد معلش تاني يا احمد السؤال معلش الاول الانجكتبل زي في الدبل تشين او سب منتال فولنس
الميزوثيرابي مثلا او حاجه ثانيه الاندوسكوبيك نيك ليفتنج. حضرتك برضو ما قلت عندها حاجه يعني هي المفروض ان هي الايره اللي جايه. طيب بص يا ابو حميد، هو طبعا موضوع الميزوثيرابي والكلام ده انا صراحه يعني كان تراست ايت يعني من زمان يعني. فانا مش صراحه بعترف بالميوزك خالص. النقطه الثانيه نقطه الاندوسكوبيك انا جبتها طبعا في حاله النقطه الاولانيه. ايمن في النقطه الاولانيه انا موافقك تماما، لان الرولز بتاع الليبوليسيز اللي قاله الاستاذ سيد من شويه، الليزر ده بيغني تماما، والريزلتس بتاعته بتبقى مور سوبيريور، لانه بيعمل لك سكين ستريتشنج حلوه قوي وشد في الجلد جميل، توجذر ويز ايميديت ريموفال اوف ذا فات، فبيبقى احسن. الحاجه الثانيه ان الايره بتاعت الميزوثيرابي في الدبل تشين دي كانت في الكيميكال لايبوليسيز القديم يعني اللي هي بتاعت الاسايل مش عارف ايه دي، اللي كان بيتحقن ويعمل لك لوكالايز لايبوليسيز، فدي انتهت. فنقطه يا احمد، نقطه الميزوثيرابي في ان احنا نعمل دبل تشين او السبمنتال فات اكوميليشن دي ملهاش رول قوي، لا لان احنا شغل الجلديه دايما بالظبط كده اللي هو يعني الدرما، عشان الدرما هو الحاجه المدلت الوحيده اللي ايده هي دي، فطبيعي ان هو يعملها، لكن احنا لما يجي لنا مش نعملها مستحيل، لان هو المشكله انك انت بيبقى عندك في اثنين كومبوننتس يا احمد، الفات والسكين. انت لو اتخلصت من الفات مش هتعرف تخلص من السكين، انت لازم تستخدم حاجه زي ما تقول سيد منظور كده، يشتغل حاجه تشتغل دبل مود. الدبل مود اللي هو ايه؟ اي هاف ذا شانس يا ايمن ان انا تو ليسن تو بروفيسور عادل نور الدين، هو ايه ذا فيرست مان هو ديد الكيميكال ليبوليسيز ان ايجيبت، واند هي ديناي كومبليتلي اليوزنج اوف ذيس ان لوكالايزد ليبوماتوز. ايوه تمام، يعني بطل يعملها، هو كان اول واحد بيعملها في مصر من الجراحين وبطل يعملها. تمام اتفضل. فنقطة ان احنا برضو نقطة حتى ايفن لو هو اصلا يحمل افيشنت في الليبودستروفي، هو مش افيشنت في الريمودلنج، يعني برضو احنا لازم نستخدم موداليتي تكون افيشنت ان احنا نعمل ريمودلنج بيها، زي ما تقول سيد قال لك احنا ممكن نستخدم الليزر ليبوسكشن، نستخدم الليزر ليبوسكشن، الحاجات اللي هي بتشتغل دول المود عشان تعمل تايتنج للسكين، يعني الايم في الاخر ان احنا نعمل ليبوسكشن وتايتنج. تمام؟ الميزوثيرابي مش عاملين لنا الكلام ده، فانت في الاخر ان احنا كل هو كمان الدكتور ايمن يعني بداوا بالفوسفوتيدايل كلين وضافوا عليه حاجه اسمها ال كارنيتين والارشيكوك وكده، بس الحقيقه الريزلتس فيري ويك، فيري فيري ويك يعني. ايوه وما بيعملش ما بيعملش سكين تايتنينج يا ياسر. ايوه بيه، ما احنا بنتكلم عليه لازم يكون في موداليتي تشتغل بالدول مود يعني، في موداليتي تشتغل بالدول مود، يعني لازم يكون عندنا الدول مود موداليتي. تمام. بالنسبه للاندوسكوبيك نيك ليفتنج يا دكتور ايمن، بص يا احمد احنا اتكلمنا عليها برضو في نقطتين. احنا عندنا طبعا بعد اذن دكتور فوزي، احنا عندنا في كلاسيفيكيشن كتير للايدجنج نيك، لكن احنا مش هنقدر نجيب كل الكلاسيفيكيشن بتاع الايدجنج نيك، لكن بنجيب الريلابل كلاسيفيكيشن اللي هو ديدو طبعا ده يونيفرسال، ومعروف ان اصلا يعني معروف لدى الجوفينيتيفز ان هم بيستخدموا الديدو طبعا بيتكلم على اللي هو التايب 3 تايب 3 بي اللي هو السبلاتيزمال فات اكوميليشن. السبلاتيزمال يا احمد صعب انك انت تجيبها بالليبوسكشن او اذر موداليتي انك انت تشيلها، لازم تعمل لها لايبكتومي، لازم تشيلها اكسجن، يعني لازم تشيلها اكسجن. الاكسجن ما بيبقاش كامل غير بفيجواليزيشن، يعني انت لما يكون عندك منظار هيبقى احسن، لكن احنا خبرنا طبعا في استخدام المناظير، مش عايز اقول لك ان احنا، لكن انا جبتها بقول ان هي اندر فيجواليزيشن بالبلدسكوب هيكون احسن طبعا. فانا معلش انا لو سمحتوا لي انا عجوز شويه، وانا بقالي في البراكتس ده مش اقل من 45 سنه. انا اعتقد ان الاندوسكوبيك بلاستيك سيرجري يعني في مصر على الاقل ما خدتش البوبولاريتي بتاعتها. يا
مش عارف هل حي الاوفر ذا اورل دي هو ما اشتغلش معاها بصراحه غير الفور هيد ريجو الفور هيد ليفتنج وبعد كده الموضوع ما يستاهلش يعني هو يقلل بس الكورونا السكار الكبير لكن بعد كده يعني بصراحه مش براكتس وورلد وايد كلامك مظبوط كلامك مظبوط لا سياده الاستاذ اسامه بروفيسور عبد الرحمن Are you still having your comment? عايزين نقول كل سنة وانتم طيبين جميعا نستأذن دكتور فوزي بس نفتح دسكشن شوية لأن موضوع النك للأسف لفترة طويلة غير مطروق وفي صم أنا عبد الرحمن ما استغناش بس اللي معاه اللي بيدفع للقمر الصناعي متهيألي أسامة طيب إيه؟ أقول له أسامة نحن عن الصحر النهاردة نشيل الكوست لا بس هنقول حاجة سريعا بس احنا في اليانجر بيرسونز وسام اولدر بيرسونز ايضا بنلاقي حضرتك هايبرتروفي في دايجاستريك ماسل ولذلك عندنا السبمنتال والسبمانديبولر تريانجلز الاناتومي بتاعهم مهم قوي الاناتومي بتاع الفات احنا عندنا الفات اللي بنعمله لايبوسكشن اللي هو بري بلاتيزمال اللي هو سب كوتين بالظبط الانتر بلاتيزمال والسب بلاتيزمال اللي بنسميه انتر دايجاستريك فات ده لازم نعمل له سيرجري وما بنيجي نعمل له سيرجري الترانجل ده سيف جدا بس الشباب بيخافوا منه بيبقى الفلور اوف ذا ماوس سائط النقطه الثانيه بيبقى عندنا الدايجاستريك ماسل الانتيرور بيري بتبقى هايبرتروفايد زمان قبل 2014 كانوا بيعملوا لها اكسيجن دلوقتي بنعمل لها الكورسيه تكنيك اللي بيقول عليه الدكتور ايمن بيه وبنبلايكيت معاها المسيطر وبنيجي نعمل حاجه اسمها هاموك تكنيك هي الهاموك ده اللي هي اللي السرير اللي بينام عليه بالخشبتين في المصايف ده بنسسبند بيه السبمانديبولار جلاند وعايزين نقول بس نقطه المرجحه اللي ساعات بتبقى في الغابه في الغابه دي حرب السبمانديبول الكي اوف سكسس في حالات النيك ريجوفينيشن نقطتين هامين جدا بعد الريدرابنج السبمانديبولار جلاند سواء بقى هنعملها ريسكشن هنعملها ريدكشن هنعملها سسبنشن مع الدايجاستريك ماسل انتيروبيري اوف دايجاستريك ماسل مع التايتنينج بتاع الفلور اوف ذا ماوث وده على فكره حاجه لطيفه جدا بس هو نظرا لان في بعض الاجيال الجديده ما اشتغلتش جراحه عامه فبيخافوا شويه ان هو يخش هناك السبمانديبولار جلاند اوقات بنعمل لها بوتولينيوم توكسينز انجكشن بتقل بنسبه 30% بس عايزه باينيوال جرابنج بالهاند انترا اورال واكسترنال وبنحقن فيها اب تو 20 يونت بالنسبه للبوتولينيوم توكسينز انجكشن في النك تو بي سيف ان جنرال في البوتوليوم توكسين رقم واحد استخدم حاجه اوريجينال بتوفر الكوست بتاعتها رقم اثنين استخدم الدايليوشن بتاعي لو في الفيس هحل على 2.5 سم يعني احسن دايليوشن تحقنه في الفيس اللي بيت الدايليوشن بتاعه اقل من 0.5 سم على 2.5 سم ملح كده مش هيتحرك اقل من 0.5 سم ايفن العام بتاعك اتحرك ده لا يمنع ان احنا لازم نورن البيشنت ما يتحركش لمده 3 ساعات لا يوطي ولا يركع ولا يسجد في النك 4 سم محلول ملح مش اقل من كده ولو بقينا انترا ديرمال ما نقلقش خالص لا سفوكيشن ولا الكلام ده خالص لكن ده على مسافه قد ايه في البلاتيزمال باند يا دكتور عبد الرحمن في البلاتيزمال اكوردنج زي ما الدكتور ايمن بقى دي اكوردنج الباند اللي موجوده لا يعني قصدي اقول الديستانس ما بين كل حقنه والثانيه تبقى سنتي ولا اكتر ولا اقل ما هي دي بي جادجت اكوردنج تو كيس والباند في بعض عيانين انا بحقنهم في التو دايركشنال بحقنهم ترانسفيرس اللي بنعمل لهم بيسموهم نيفرتيتي وطبعا بيجيبوش نيفرتيتي زي ما بيقولوا ولكن بحقن ترانسفيرس ولونجيتيودنال اب تو بوصل للديكولتي اريا الاسترنم وبنزل تحت غايه السوبيرور ديكولتي اريا بين البريست اما بحقن انترا ديرمال بتبقى الامور سيف ده لا يمنع ان في وان ريكوردد جيز كان سنه 99 لوست دايت حصل لها سفوكيشن ولوست فالبوتولينيوم توكسين سهل ممتنع دايما ببقى زي ما الدكتور ياسر قال ببقى على اللور دوز وبعمل ريتوتش لكن ما فيش حاجه اسمها بحقن مره واحده وخلاص سواء هي او في الفيلر بدي لنفسي مساحه للبيشنت اكسبتنس وبدي لنفسي ان انا بعمل ريتوتش تاني اصلح حاجه او غير الحاجه بس حاجه مش هطول اتفضل اخر حاجه واحده بس دي منظور استاذنا الفاضل اتكلم على الليزر والليزر طبعا من الحاجات التحفه في الليبوسكشن ولكن ظهر بقاله 3 سنين الجي بلازما ده هي هيليوم بلازما معاه راديو فريكوينسي ده ممتاز قوي بس برضه في السكن تايتن يعني احنا بنعمله بعد ما بنعمل لايبوسكشن بتاعنا عشان تايتن السكن ومعاه برضه تيب بانداج وبيدي ريزلت اعلى شويه من الليزر لايبول انا متشكر لحضرتك بشكر الدكتور ايمن و الدكتور عبد الرحمن جميله
ونقول له تسلم الايادي ومتشكرين يعني. شرفنا بيه والله. بعد اذن دكتور فوزي. محمد بعد اذن حضرتك يا بيه، احنا اتكلمنا على في النك البلاتيزما الباند. طبعا دكتور عبد الرحمن بيقول ان هو اللي بيتحقن انترا ديرمال. بص هو مش انترا ديرمال، ده بيحقنه انترا ماسكولار. لا هو قال انترا، ده بيحقن في البند نفسيه. بنحقن هو بيمسك البند ما بين صباعين، البند بين صباعين وبيحقنهم سنتي سنتي وينزل سنتي البلاتيزما. انا اشتغلت الحالات دي كتير الحمد لله ما عندناش مشاكل فيها. اول حاجه لازم لما نيجي نحقن العيان لازم العيان يكون قاعد ما يكونش نايم، بحيث ان البلاتيزما الباند يبقوا مرسومين قدام مني. الو. ايوه يا دكتور فوزي بيه. الو اتفضل محمد. اقول لحضرتك اول حاجه ان لما نيجي نحقن يكون العيان قاعد مش نايم، ماشي؟ ادي عشان النقطه انا قبل كده قلت لايمن البري بري البري انجكشن ايفالويشن، ان انت بتامن الحاله during static and dynamic to evaluate the occurrence or presence of البلاتيزمال باند and its stage او its grade. تمام. فباحث العيان قاعد ما هوش نايم. نمره اتنين، امسك الباند بايدي وبدخل بالابره جوه الباند. لو انا نزلت بلاتيزمال بيحصل بقى ده ديفيوجن، والديفيوجن ده ممكن بقى يروح يعمل لي ايه المشاكل اللي حضرتك قلت. بس محمد هو لو سمحت لي، كان في اتنين خواجات، واحد اسمه ماتسورو واحد اسمه كان، الناس دي يعني حقنت كتير وهم بيمسكوا بصباعين بس. فهل انت بتفضل ان انت تمسك بصباعين بس ولا بتمسك بالايد كلها؟ ايوه بنمسك الباند بصباعين بالاندكس وبالصباع وندخل بالابره فيهم، بنعدي السكن وندخل جوه المصل ونحقن، ما بنزلش تحت المصل. لو نزلنا تحت المصل ما تخرجش من الجلد، ما تخرجش من الجلد من الناحيه الثانيه، هو انترا ماسكولار. انت بنحقن انترا ماسكولار. المسافه اللي حضرتك قلت فيها بنقسمها كل 2 سنتي نحقن بوينت. هم الخواجات دول اللي انا قلت عليك ماتسارو ده وكان بيقول لك كل سنتي كل. بس انا يعني انتوا طبعا حريفه في البوتوكس، انا ميال شويه، معلش يا ياسر انا هقول بالنسبه لي انا جبان، ان انا عايز انام وافهم العيانه بدل ما يحصل مضاعفات، يعني اديها انا يعني سب كلينيكال ريزلتس وتجيني زياره تانية افهمها اكمل لها الحق. ولا ايه رايك بالظبط؟ انا بتفق يا بيت والله يا بيت، ده حل كويس، بحيث ان احنا الناس اللي هي ما عندهاش اكسبيرنس قوي ان هي ما تخش. انا عايز اقول برضو نقطه دكتور فوزي بعد اذنك. هو في لازم اعمل طبعا لو حصلت مشكله. انا مش عارف حد بيتكلم لسه ولا لا؟ دكتور محمد طبعا، وما نقدرش نقول له اسكت. دكتور عم بيتكلم خلاص. لا اتفضل اتفضل يا دكتور. قول كنت عايز. انا مش سامع والله يا دكتور محمد، انا مش سامع فعلا. لا اتفضل يا دكتور ايمن اتفضل. انا في نقطه بس، عشان نقطه الديبيوشن للبوتوكس، هو لازم اعمل ايفالويشن للباند نفسها. في عندي ثين باند، في عندي سيك باند، يعني احنا مش نقطه ان احنا بنتكلم على نمبر اوف يونتس او نمبر اوف انجكشنز، لا هو الفكره نفسها في الباند نفسها شكلها ايه. يعني انا لو هحقن سيك، لو هحقن ثين باند لازم اعمل دايلوشن فعلا، زي ما قال الدكتور عبد الرحمن، لازم اعمل على 4 سم، لو عندي سيك باند اعمل على 2 سم. يعني هي الفكره نفسها، انا لازم اعمل ايفالويشن للباند نفسها، للباند نفسها شكلها ايه. اصل خلي بالك يا ايمن، خلي بالك ان في الباثولوجي او الباثوجينيسيس او بتاع الاوكرنس اوف بلاتيزمال باند بيحصل فيها، يا اما عندك نارو بلاتيزمال باند يا اما وايد. فساعات بتبقى وايد وفيها سام سورت اوف كيرفيتشر او بيسموه البوسترنج، ده التحكم في الدوز والتحكم في المسافات بيبقى صعب. ولا ايه رايك يا ايمن؟ ما انا بكلم حضرتك، انا بقول لحضرتك الكلام ده ليه؟ اتفضل يا بقول لحضرتك. هو بعد اذن حضرتك دكتور فوزي، الدايليوشن له رول هام جدا، الدايليوشن اند التايب اوف بوتولينيوم توكسينز لهم دور هام جدا في الديفيوجن. صحيح. يعني a lot of studies ان كل البوتولينيوم توكسينز اللي هي الشاينيز الريت اوف ديفيوجن بتاعها من سنتي ونص لثلاثه،
يعني انا هي بحقنها بنفس الكونسنتريشن ليه؟ انها مش كاليبريت. ده اول حاجه. لو انا بستخدم حاجه اوريجينال واف دي ابروفد، الريت اوف ديفيوجن مع ال 2.5 سم ذا ليست 1، وده بستخدمه لو انا مثلا هحقن الدبريسور سوبر سيلي، هحقن جزء كلوز قوي للفرنتال الجلابيلر بارت. لكن لو انا هحقن في النك ل 4 سم، ده ابروفد واستدد انه كويس جدا نحقن عليه، يبقى فيري سيف. اللي قال عليه دكتور محمد بيه ان العيان يتحقن في الابرايت بوزيشن، ده اساس، ده برنسبل. نتمنى كده ان انتوا ان شاء الله في القريب العاجل في المستشفيات الحكوميه تبقوا تجيبوا لنا شويه من الشركات دي عشان النواب يبتدوا يتعلموا الانجكشن اوف بوتوكس ان انذر ارياز. يعني انا قبل ما انسى بهنيكم تاني بمناسبه قرب حلول عيد الفطر المبارك، كل سنه وانتم طيبين. الحاجه الثانيه ان شاء الله احنا هنبتدي يوم الاربعاء 5 اغسطس بمحاضره شيقه من الاستاذ الدكتور مصطفى مكي عن البريكيو بلاستي. استاذ اسامه، دكتور فوزي، هو هيبقى يوم، معلش انت بتنام مني انما سامحني. لا انا معاك، بقول لحضرتك هو هيبقى يوم 4 ولا يوم 2؟ يوم 4، يوم 5، يوم 5 8، يوم 4 يوم 2 بس يمكن في الجدول. خلاص لو طلع 2 يبقى انت سادي، بس انا متهيألي يوم 4 لان انا حاولت ابص عليه في النتيجه ظهر قصادي الاربع. يعني لو كانت كده كده هو يوم 5/8، 5/8 الاربع يا فوزي. والازهر يعني بدل كده الازهر، ما شاء الله عليكم، اخر حلاوه. ربنا يكرمك، ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. ايه الحلاوه دي والجمال ده؟ كل سنه طيب يا دكتور حلمي. الله يكرمك يا رب. ازيك يا ايمن؟ طيب يا دكتور حلمي، بجد انا كده شايف الازهر، انا يعني اطمنيت الازهر شغل، يعني الشباب الكبار وكله ناس ما شاء الله عليكم. شكرا يا حلمي، شكرا من ذوقك. انا شفتها في النتيجه دلوقتي يوم 5 يوم الاربعاء، يوم 5 ابي الاربعاء. شفت بقى شاب انت صغير. يلا نشوفك على خير وان جماعه المجلس الاسم عرفنا ان نختار النهارده شاب من الشباب الصاعد، يعني اللي هو سد في الكوزمتيك نيك ديفورمتس دي. كتر خيرك يا ايمن. في لسه موضوع طبعا جميل وكويس. كلمه اتفضل. لا حبيبي، ده انا بقول لك موضوع يعني من الموضوعات الصعبه في الشغل جراحه التجميل. يعني كفايه كده يا مراكبي، نفكوا بقى ولا لسه؟ شكرا يا بيه، شكرا يا دكتور ايمن. وبس اور ديبارتمنت فاكولتي ممبرز، في عندنا بروتوكول ديسكشن، معلش بعد 5 دقائق. ف معلش انا سهرت شويه النهارده. يا بيه معلش. طب قبل ما نقفل بقى كله يفتح ان شاء الله الساعات ويقول كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبين يا بيه، كل سنه طيبين جميعا، كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه طيب، كل سنه طيبين، كل سنه حضراتكم طيبين. طيب يا محمد، كل سنه طيبين جميعا. مع السلامه يا عبده. سلام يا بيه، سلام.